كنت نايم وصحيت من النوم كالعاده، وقمت ماسك موبايلي وقعدت افر في البوستات اللي موجوده وكده، قابلني صوره شادي سرور. فرحت، قلت شادي سرور منزل حاجه اكيد هيرجع. قعد اقرا 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 لغايه ما اتصدمت في كلمه هسيب الاسلام او سبت الاسلام، اللي هو انت بتقول ايه؟ اللي شادي سرور عمله ده فكرني بواحد بيغرق في البحر وكل حاجه ضده، الميه الموج الهواء كل حاجه، بس كان في ايده حبل قوي مربوط بالمركب اللي هو كان فيه، فبدل ما يمسك في الحبل ده بكل قوته لا امساب الحبل وغرق نفسه. ده اللي شادي سرور عمله بالظبط، ساب اهم حاجه كان ممكن تنقذه في وسط الضياع اللي هو فيه. دينك اللي مهما كنت في عك وغلط وفي انحراف وفي ضياع، لو رجعت له وتوبت لربنا واستغفرت هيستقبلك، ولو مت في اي لحظه هتضمن وجودك في الجنه وهتحمي نفسك من العذاب الابدي. هل انت لما سبت الاسلام مشكلتك اتحلت؟ بالعكس، انت فتحت النار على نفسك من العباد ومن رب العباد. السبب اللي انت بتقول انك سبت الاسلام عشانه ده وهمي اصلا. الاسلام عمره ما كان دين عنصري ولا كان دين بيدعو للنفاق، ده بيحذرنا دايما من النفاق وبيقول لنا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. دينك دين التسامح والسلام وحسن الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وخالق الناس بخلق حسن، ما قلناش اشتموهم هجموهم. فسبت انت ايه للغرب اللي بيلزق اي حاجه تحصل في الاسلام؟ هل الاسلام هو اللي وقف ضدك؟ هو اللي هاجمك؟ هو اللي شتمك؟ لا طبعا. كمان بدل ما تحمد ربنا على نعمه الاسلام اللي انت اتولدت بيها وتقول يا رب اهديني وثبتني ورجعني ليك، تقوم سايب نفسك للشيطان خالص كده. اكتر حاجه بتستفزني اليومين دولت ان يبقى حد مشهور ويطلع يتفشخر انه عمل حاجه غلط. عملت حاجة غلط خليها في السر ما بينك وبين نفسك، مش لازم تطلع تقول انا عملت كذا وسويت كذا. فهنا حابب اوجه رسالة ليا او لاي حد مشهور او لاي حد قدوة موجود على السوشيال ميديا، ما تطلعش تعمل حاجة غلط قدام الناس، الناس هتقلدك وهتشيل وزر كل واحد عمل زي اللي انت عملته بالظبط. كمان عاوز اقول لك حاجة مهمة جدا يا شادي، ومش هتلاقي حد يقولها لك، طول ما انت في الدنيا ولسه فيك نفس تقدر ترجع لربنا وتستغفره على اللي انت عملته وترجع لدينك الاسلام. كانوا صحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا وربنا غفر لهم ورجعوا للإسلام وقبل توبتهم، فتقدر ترجع تاني لربنا. صدقني ربنا هيفرح بيك والناس كمان هتفرح بيك. ربنا بيفرح بتوبة العبد زي ما الأم بتفرح لما ابنها الضيع بيرجع لها. فالحق نفسك، الناس ولا هتنفعك، الشهرة مش هتنفعك، الفلوس مش هتنفعك، كل الكلام ده مش هيبقى معاك في القبر. اللي هينفعك في القبر دينك، ربك، نبيك صلى الله عليه وسلم. في النهاية محدش فينا معصوم من الخطأ والغلط، فندعي ربنا يثبتنا ويهدينا جميعاً.